أسود. أصل السؤال هذا هو. أوكي. إذا كان استقبال الكافر و تعتبره صحيح ويمكن أن يدل عند الإمكانيات لا يتكلم عن التوكل على المتى. المؤسف المؤسف وأنا لم يشاركنا ما أعرف بعدين فلاش إنه مش قرار اللي غادي يحكم على المستوى ديالو وكيف قد يلعب ديالي من الجدية ديالتي ولا النظافة ديالي. الحمد لله الناس كلهم تعرفوها أنت شو تسمع. تنظيم قبل هذا ما يقع عليه الولاد بعيد عليه بزاف و اللي كانت عنده الشجاعة ما يمشيش يعني في الغير يتكلم، باش تكون عنده الشجاعة باش يعني باش يتكلم على الولاد باش يتكلم. أنا راح نطلع عليها بداية ويتكلم ولا عنده شي تكسيرات فنية ولا تساؤلات فكرية تقنية ولا فنية خاصو يسول المدرب يمشي في الكبر ديال المدرب يتكلم. على العموم أنا العملية تنقوم بها بشكل كبير واللاعبين تعرفوه الناس المحبين ديال الفريق تعرفوه. مع الأسف وأنا تنتأسف. علاش تنتأسف؟ لأنه حرام فريق كبير مثل الوداد والجماهير ديالو يعني المحبين ديالو في المغرب كله وخارج المغرب أنه يوصل لهذه المرحلة ديال المرحلة اللي صراحة ما كاينش واحد الارتياح في المجموعة، ما كاينش واحد الارتياح، ما كاينش واحد النسيان اللي هي لطيفة. لأنه حتى باش تقول لي دابا أنت أنه قرر مشى صرح وقال التعامل ديال المدرب مع واحد عضو من أعضاء المكتب غير مقبول، غير مقبول أنه مشى يتكلم. أنا كنت كاين، أنا كل يوم تيكون في التيران ديال هذا الولد خاصو يجي يتكلم مباشرة.